أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى موضوع آخر في حلقتنا اليوم. صدف بالأمس الذكرى 15 للانقلاب وتأثيره أكيد في مجالات مختلفة. نرصد هذا التأثير على قضيتنا، على شعبنا، على مدار كل هذه الأعوام الطويلة. حديث أكثر في هذا الموضوع انضم إلينا من استديوهاتنا في مصر من القاهرة الكاتب الصحفي وليد الرمالي. أهلا بك معنا أستاذ وليد. الذكرى 15 لهذا الانقلاب، كيف تقرأ هذا المشهد اليوم بعد 15 عاما من هذا الانقلاب وحكومة الأمر الواقع؟ 15 عاما من تقسيم الشعب الفلسطيني، 15 عاما من الانقلاب على الشرعية. دعونا نفرق بين قيادات حماس وبين الشعب الفلسطيني الموجود في غزة. الشعب الفلسطيني يعاني في غزة، نسبة الفقر ارتفعت إلى 60%، 57% من قوة العمل تم تعطيلها بعد أن كانت المدخلات في غزة تمثل 35% من الاقتصاد الفلسطيني، أصبحت تمثل 20%. الشعب الفلسطيني إن تحت الفقر، 300,000 شاب فلسطيني يعانون من البطالة، 40,000 شاب فلسطيني ركبوا المراكب في بحر إيجا هروبا إلى أوروبا. إذن الشعب الفلسطيني يعاني من البطالة، من الفقر، بينما جيوب قادة حماس قد ترخمت، وبينما نسمع حناجرهم ممتلئة ونسمع انتماءاتهم إلى حركة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بينما انتماءهم الأساسي إلى الشعب الفلسطيني قد تناسوه. دعنا نؤكد أن 15 عاما التي مرت على الانقلاب على الشرعية، حركة فتح حيث انقلبت حركة حماس على حركة فتح، أثرت على القضية الفلسطينية وأضعفت من موقف القضية الفلسطينية. ودعنا نؤكد أيضا أن المستفيد الوحيد من هذا هو الكيان الإسرائيلي المحتل. إسرائيل هي من تستفيد من انقسام الشعب الفلسطيني، وهي من تستفيد من تقسيمته إلى مواطن غزاوي ومواطن فتحاوي. لا يستفيد من هذا أي أحد من الشعب الفلسطيني، ولكن الفائدة الكبرى تعود إلى إسرائيل. نعم أستاذ وليد، يعني تحدثت عن قضية مهمة جدا وهي الآثار المتعلقة بتراجع القضية الفلسطينية في العالم وفي أولويات العالم العربي تحديدا بسبب هذا الانقسام. يعني نتحدث عن وقت طويل جرى خلاله أيضا للأسف هذا التراجع، وجرى تطبيع لبعض الدول العربية. يعني كيف تقرأ أيضا هذا التأثير على المشهد الفلسطيني؟ يعني هذا الانقسام أثر على القضية الفلسطينية، بمعنى أنه أصبح الأشقاء العرب اهتمامهم بالقضية الفلسطينية تراجع، فهذا التقسيم أثر بالفعل وأحدث انقساما وشرخا في الجدار الفلسطيني. وكما رأيت موجات التطبيع الذي حدثت في بعض الدول العربية، يعني هذه الموجات من التطبيع، الأشقاء العرب حديث العهد بالتطبيع وليس لهم خبرة فيه، ولكن مصر لها خبرة كبيرة، فمصر حافظت على مسافة آمنة من التعامل مع إسرائيل ومسافة آمنة أكثر من الدفاع عن القضية الفلسطينية، بل إنها وقفت بجوار الشعب الفلسطيني في غزة وحاولت الإصلاح بين حركة فتح وحركة حماس على أرض مصر. تم هناك الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ولكن حركة حماس لا تستجيب. فخلال 15 عاما تدخل الأشقاء في سوريا، وتدخل الأشقاء في السعودية، وتدخل الأشقاء في قطر، وتدخلنا هنا في مصر من أجل الإصلاح بين شقاي الحركة الفلسطينية، حركة حماس وحركة فتح، ولكن حركة حماس لا تستجيب وتتحول كل المصالحات إلى حبر على ورق. فبالتالي عندما يطالب الفلسطينيون العرب بالوقوف إلى جانبهم، يطالبهم العرب في البداية بالوقوف هم إلى جانب قضيتهم. فهذا الانقسام الذي أحدث شرقا في القضية الفلسطينية وأثر على القضية الفلسطينية في العالم وأضعف من مواقف الشعب الفلسطيني، لا يستفيد منه كما قلنا سوى إسرائيل، وهو المضار الوحيد هو الشعب الفلسطيني فقط. نعم أستاذ وليد، يعني تحدثنا عن كثير من الأمور، تأثير هذا الانقسام على قطاعات عديدة في غزة اقتصاديا، سياسيا، صحيا، نفسيا، اجتماعيا، في كثير من المجالات، والأهم أيضا ربما اقتصاديا وواقع الشباب في قطاع غزة في ظل هذا الحصار، سواء الحصار الإسرائيلي وحكومة أمر الواقع وكل هذه الأمور التي أدت بشكل كبير إلى هذا الواقع الصعب جدا في غزة.
يعني دعنا نقول أن دخول 300,000 شاب فلسطيني إلى سوق البطالة وليس سوق العمل هذا أمر سيء. وصول عدد مستوى الفقر إلى 60% هو أمر سيء. خروج 57% من قوة العمل الفلسطينية الموجودة في غزة من قوة العمل من إجمالي قوة العمل هذا أمر سيء. هروب 40,000 شاب فلسطيني في مراكب الموت إلى أوروبا هذا أسوأ من السوء. ولكننا هناك أيضا نتكلم على التأثير الإنساني. استمعنا كثيرا ولم نستغرب ولكننا كنا نستهجن تهديم الجيش الإسرائيلي لمنازل الشباب الفلسطيني المقاوم، لكن هذا أمر طبيعي لا نندهش منه، ولكننا نندهش عندما نسمع أن حركة حماس في غزة تقوم بهدم بيوت الشباب الفلسطيني المدافع عن حركة فتح. هذا أمر يندى له الجبين عندما يقوم المواطن الفلسطيني بهدم منزل شقيقه المواطن الفلسطيني، فهذا أمر صعب. عندما تعتقل حركة حماس في غزة شباب فلسطيني وتدخلهم إلى السجون ووصل بعدهم عمره إلى 42 سنة أنه مسجون منذ 15 عاما، هذا أمر يندى له الجبين. فهل معنى هذا أن حركة حماس ورثت المحتل الإسرائيلي في غزة؟ يعني هذا الأمر فعلا هو أمر صعب جدا. ولكننا دعنا نقول ما هو المانع أن تجتمع قوة المفاوضات التي لدى حركة فتح في الضفة الغربية وقوة الشعب الفلسطيني المقاوم الباسل الموجود في غزة؟ إذا اجتمع هذا الأمران فهذا من صالح الشعب الفلسطيني، ولكن هذه التفرقة هو هدم للقضية الفلسطينية، فأصبح هناك فلسطيني غزاوي وفلسطيني من الضفة. هذا أمر صعب جدا ويؤثر إنسانيا على الشعب الفلسطيني ويؤثر سياسيا ويؤثر على مستوى العالم ويضعف موقف القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كلها. نعم أستاذ وليد، يعني تحدثنا عن واقع صعب جدا وأليم يعيشه أيضا كل يعني الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث عن 3 حروب إسرائيلية أيضا فاقمت كل الأوضاع الاقتصادية في القطاع. الآن في هذه المرحلة وبعد 15 عاما كيف نرى الأفق وما السبيل من أجل حل هذا الإشكال الذي استمر على مدار ما يزيد عن عقد من السنوات؟ للأسف أن أوراق الحل في أيدي السلطة الموجودة في حماس. حركة حماس هم من يقومون بنقض كل العهود، فقد تدخلت سوريا، تدخلت قطر، تدخلت السعودية، وتدخلت مصر أكثر من مرة منذ عهد الرئيس مبارك. حتى عهد الرئيس السيسي أقيم الحوار الفلسطيني على أرض مصر وتم الاتفاق على بنود. حركة حماس تحولها إلى حبر على ورق، وهذا ما يضعف القضية. يعني ما نراه هو ضعفا للقضية، والحروب التي قامت من قبل إسرائيل على قطاع غزة أضعفت من قطاع غزة وأضعفت المواطن الفلسطيني. لكن دعنا نقول أن المقاومة هي الحل، مقاومة حركة حماس هي الحل، كما أننا نقاوم إسرائيل فيجب أن نقاوم ما فعله حركة حماس. فحركة حماس لا تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، ولكنها حركة إخوانية متطرفة تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ولا يهمها إلا صالحها. فبينما نتحدث نحن عن إفلاس الشعب الفلسطيني وعن دخوله في خط الفقر، الشعب الفلسطيني موجود في غزة، نتحدث في المقابل عن أن جيوب حركة حماس قد امتلأت، فمن أين لهم بهذه الأموال التي اشتروا بها الأبراج في عدة دول عربية؟ وأين عائلاتهم؟ هل تعيش في وسط هذا الفقر الموجود في قطاع غزة أم أنها تعيش مرفهة في عدة دول عربية وأوروبية؟ إذن حركة حماس للأسف هي من في يديها الحل والرب، لأن حركة حماس هي من تنقض العهود كل مرة ومن تحول كل الاتفاقات إلى حبر على ورق. يجب للشعب الفلسطيني البطل أن يتخلص من هذه الحركة، لأن طول ما هذه الحركة موجودة فالقضية الفلسطينية ستظل في وضع ضعيف. نعم أستاذ وليد، على طيلة السنوات الماضية جرى توقيع العديد من الاتفاقيات برعاية الأشقاء العرب، ولكن لم نرى إرادة حقيقية من حركة حماس للالتزام بما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام. طبعا زي ما قلنا كل الاتفاقات التي حدثت من أجل لم الشمل للشعب الفلسطيني ورعاها الأشقاء العرب
في كل الدول العربيه وهنا في مصر، واقامت الورقه المصريه في عهد حسني مبارك والحوار الفلسطيني في عهد الرئيس السيسي، ولكن حركه حماس مصره لانها مستفيده وتعتمد الجبايه وجمع الضرائب وسيله لجمع الاموال لتترقم جيوب قادتها، فحركه حماس مستفيده من هذا الانقسام، تستفيد منه الاموال، تستفيد من النقود الوارده للشعب الفلسطيني، تستفيد من الاموال التي المفروض ان يتحصل عليها المواطن الفلسطيني، تستفيد منها في جيوب قادتها. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك، حركه حماس لا تريد صلحا، حركه حماس تريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه، والخوف ان يتحول هذا الانقسام الى انفصال دائم. حركه حماس هو وهذا هو ما تريده اسرائيل وتساعدها في حركه حماس، تريد ان تحول قطاع غزه الى قطاع منفصل تماما، والى وهذا يضعف حل الدولتين ويضعف كل الحلول التي يسعى لها الشعب الفلسطيني من اجل حل قضيته، ولكن حماس لا تفكر الا في صالحها هي فقط. نعم، شكرا لك الكاتب الصحفي وليد الرمالي، كنت معنا مباشره من القاهره، شكرا لوقتك.